يقول: هل يصح للمعتمر بعد العمر أن يعتمر عن أمه أو عن أبيه؟ أن يجوز أنه يعتمر عن أمه وعن أبيه وعن من يريد، لكن بشرط أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه أولا. وأيضا ما ينبغي تكون العمر متوالية متقاربة، يكون بينها فاصل من الزمان أيام، حيث أنه ينبت شعر رأسه، كل شعر يقصر منها ويحلقه في رأسه للعمرة النسك. نعم.